عادلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة فصلت، وهذه الآيات لها قصة طريفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته، هي سورة مكية ونزلت على النبي في مكة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه بها مشرك العرب، فجاءه يوما عتبة بن ربيعة، وعتبة عدوه سيد قريش، لكن عتبة كان حكيمهم وأبو جهل أجهلهم، لكن كان له سطوة على الكل. عتبة أراد أن يوفق بين المسلمين وبين المشركين، فقال فوضوني الحديث عنكم مع رسول الله. وأنا قلت أحكم، لأن النبي ونعته بهذا في غزوة بدر لما قدموا إلى المدينة، بعد أن أيقنوا بإفلات العير التي جاء من أجل إنقاذها، قام فيهم عتبة خطيبا يقول هؤلاء إخواننا وأهل نذوينا، لما القتال ولما إراقة الدماء؟ عيرنا أفلتت فلنرجع لمكة. فقام أبو جهل قال نرجع لمكة قبل أن يعلم العالم أننا جئنا وأرهبنا عدونا، لا والله لا يكون هذا، بل نشعل النيران ولتضرب على رؤوس القينات وليسمع بنا العرب والعجم. النبي يبلغه الوحي والأخبار، فقال لو أنهم أطاعوا صاحب الجمل الأورق اللي هو عتبة لأفلحوا. فعده أحكم الجيش. عتبة استأذن قريش، قال فوضون الحديث عنكم مع محمد حتى من هذه المشكلة التي بينه وبينه، وهم في مكة قبل هجر. قالوا فوضناك. وعتبة كان كبير في السن طاعن. عتبة حضر غزوة بدر، وكان أحد المبارزين الثلاثة الأوائل، وكان قد بلغ من العمر 140 عام. كان هو 140 عام، وأخوه شيبة، الثلاثة الذين خرجوا المبارزة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. عتبة 140، شيبة 136 عام، وابنه الوليد كان عمره 80 عام، والثلاثة من عائلة واحدة، كلهم يمسوا السيدة هند بنت عتبة، أخوها وأبوها وعمها. فلما قتل الثلاثة في بدر، على من تبكي أكثر؟ على أصغرهم سنا، ها، الوليد بن عتبة. فقالت لقد مات اليوم زين الشباب الوليد بن عتبة. زين الشباب كان سنه كام؟ يبقى أنتوا إيه؟ لا حول، زين الشباب. الشاهد يا إخواني، لما استأذنه عتبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي، يا ابن أخي، لأنه عمه في النسب أو بمثابة عم، قال يا ابن أخي لقد جئتنا بأمر عجب، كنا أمة واحدة على قلب رجل واحد، يسير أقصانا بسير أقصانا، فجئتنا بدين جديد لم نسمع بهم قبل، فرقت بين الزوج وزوجه وبين أولاد ولده وبين الأخ وأخيه، ماذا تريد منا؟ إيه غايتك؟ إيه هدفك؟ إن أردت ملكا ملكناك، مستعدين نجعلك ملك.
وتتولى حكم بلد. وإن أردت مالا جمعنا لك من كرائم أموالها أفضلها ما يجعلك أغنانا. وإن كان بك مس مريض جئناك بطبيب للعلاج. والنبي ينصت حتى فرغ عتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. لم ينطق رسول الله ببنت شفة من كلامه، بل تلا هذه الآية التي سمعناها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. واستمر في الآيات حتى قوله تعالى، طبعا آيات حدثته في قضايا لم تكن تخطر له ببال، وخاصة أنها حوت جزء خطير جدا سنتحدث عنه، هو محض علم الله المحض، لا سبيل للبشرية إليه ولا علم للبشرية به، ولن تستطيع الوصول لشيء منه لا في السابق ولا في اللاحق. حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد من سبق. الوليد بعدما سمع الآيات أيقن أن هذا الحق، فلما جاء في آية الوعيد إذا بالوليد يقوم فزعا وضع كفه على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: حسبك حسبك حسبك، ثم قام يرتعد وعاد إلى قريش وارتعد. فلما رأى أبو جهل قال: أرعبك محمد؟ أخافك؟ قال: والله ما كنت آمن أن أصل إليكم حتى تأخذني صاعقة كما أخذت عاد وثمود. الشاهد يا إخواني، هذه الآيات عند من وعاها كان هذا حاله، إن وعاها المشرك كان هذا حاله، فكيف لا يعيها من يدعي الإيمان؟ كيف لا يعيها المسلم؟ آيات شديدة جدا. الحقيقة الحديث فيها طول، لكن أنا سأختصر الجزء الذي أرعب عتبة من قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات تحدثنا في علم كامل من علوم الله، علم بدء الخلق. كيف بدأ الله الخلق؟ هذا علم صحيح، هو جزء من التاريخ لكنه علم استقل بذاته. كيف بدأ الله الخلق؟ هل منا واحد شهد ذلك؟ دعي إلى ذلك؟ ها؟ حد طلب من يحضر؟ هل هناك أحد من الخلق من الإنس أو الجن أو الملائكة رأى ذلك؟ هذا علم من علوم الله المحض، ولولا أن الله ذكرها ما عرفناها. وهذا جزء من قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا من علم الله المحض الذي لا يعلم غيره، ولولا بيانه ما عرفناه. لذا ينكر علينا، كيف نكفر بالله الذي بدأ الخلق كله؟ بدأ خلق الإنسان، بدأ خلق الجان، بدأ خلق السماوات، بدأ خلق الأرض، بدأ خلق الحشرات، بدأ خلق حيوانات، كلها منه بدأت. البداية هي الإبداع.
التكرار أمر هين. اختراع هذه الزجاجة أول مرة الصعوبة كلها في الاختراع، لكن بعد اختراعها نسخ ملايين النسخ منها مسألة صعبة. ولذلك إعادة الخلق وتكراره أهون بكثير جدا من بدايته. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى الإعادة أهون عليه بكثير من البداية، هذا نص القرآن، وهو أهون عليه. الإبداع كله في البداية، كيف بدأ؟ وهنا لم يحدثنا عن خلق الإنسان، وكان خلق الإنسان نفسه إبداع. كيف بدأ خلق الإنسان؟ كيف حول التراب لبن آدم؟ من تراب، بل قبل التراب لم يكن شيء. كيف جعل من لا شيء شيء؟ هذا هو الإبداع الحقيقي، الإبداع الحقيقي. كيف حول لا شيء لتراب ثم لطين، خلطه بالماء جعله طين ثم جعله نطفة ثم يعني لا بلاش نطفة، دي نطفة للنسل، ها؟ جعل الطين ثم ترك الطين هذا، ودي مراحل خلق آدم، ترك الطين حتى تأسن تعفن، وهذا يسمى حمأ مسنون. ثم ترك هذا الحمأ المسنون حتى جف فصار صلصالا كالفخار. ولذلك كان بعباد يذكر لنا هذه المراحل مرحلة مرحلة. هل أتى على الإنسان حين والدار لم يكن شيئا مذكور، ثم يذكر التراب: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ها المرحلة الثانية الثالثة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الرابعة: ها وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ها ثم المرحلة الخامسة: فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. كل دي مراحل خلق الجسد. ثم المرحلة السادسة: قال ونفخت فيه من روحي. دي مراحل خلق آدم. هل منا واحد شهدها؟ ها إذا كان هو أول البشر وأبو البشر. وضحت الصورة؟ لذا يبين تعالى: لا خلق آدم ولا خلق الجن ولا خلق الملائكة ولا خلق السماوات ولا خلق الأرض شهدها أحد من الخلق. لذا يصرح تعالى فيقول: ما أشهدتهم كلهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من المضلين؟ كل من يدعي علم ببداية الخلق كذاب وضل ومضل كمان. فسمهم رب العباد إيه؟ مش ضلين، مضلين. وما كنت متخذا مضلين عضدا، ما أخذت منهم واحد أو اتخذت من واحد يساعدني أو سند لي في الخلق أبدا. إذن ما شهدنا هذا المشهد أصلا، ولا عرفناه ولا سبيل لنا إلى معرفته، لا كتب التاريخ تحكيه لنا ولا معلوماتنا البشرية بوسعها أن تصل إليه. ده عنك الترهات العلمانيين والمجرمين والملحدين، ولك أصل بالحفريات ما قدر توصل لإيه. الحفريات توصلك للمخلوق، لكن كيف خلق المخلوق؟ كيف بدأ خلق المخلوق؟ هذه قضية لا حفرياتك ولا ترهاتك ولا أفكارك ولا نظرياتك تصل إليه. يطلع واحد مخبول زي دارون ويقول لك: نظرية انشوء ارتقاء، انشوء ارتقاء ده ألف قصة في الخلق، ولكن الإنسان أصله كان خلية واحدة، بعدين تحول لمخلوق من خليتين، بعدين بقى سمكة، ها؟ حيوان مائي، وبعدين تحول لبر مائي، بقى ضفدع، بعدين بقى برص، بعدين بقى قرد، في الآخر بني آدم. الكلام ده يا إخوانا يمشي على طفل مش عاقل؟ الله يرحمه الشيخ نشاء عبد اللطيف السوري لما طلعت نظري كنت بسأله مولا أنا أراك في نظرة الدرون، قال لي: يا ابني واحد بيقول أنا قرد ابن قرد، هو أنت هو حر؟ قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، إحنا بشر ولاد بشر ولاد آدم، وكلكم من آدم وآدم التراب. فواحد بيقول أنا قرد ابن قرد هنعمل له إيه؟ يبقى قرد ابن قرد، يبقى كلب ابن كلب في غرفة 60,000 ده.
وصلت الصورة. إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني، نحن أمام تقدير رباني. هنا لم يذكر لنا تاريخ الإنسان، لكن ذكر لنا أقدار الله للإنسان في الخلق. فقبل خلق الإنسان خلقت السماء والأرض، وخلقها قبل خلق الإنسان بمئات السنين. دي أوغل في التاريخ وأقدم. لذا قل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. تخيل الكرة الأرضية بحجمها الرهيب ده، وما فيها مما نعلم وما لا نعلم من مخلوقات ومن أسرار. للآن احنا في القرن كام؟ ده 21 بعد ميلاد المسيح، آخر الأنبياء قبل النبي. وصلت؟ ومعلومات عن الكرة الأرضية صفر، في موازين العلم تعد صفر، لأن كل معلومات البشرية انحصرت في قشرة الأرض. باطن الأرض ماذا نعلم عنه؟ القشرة قدروا سمكها ب 17 كيلو. إحنا فين؟ بنلعب في ذول. هل نعرف عن أغوار الأرض باطن الأرض شيء؟ أبدا. بالنسبة لنا ده قشرة الأرض نفسها معلومات عنها فيها محدودة جدا جدا جدا. ولذا يبين تعالى نهاية علومنا بهذه الأرض، فيقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا من تبعضي، أي انحصر علم البشرية كلها في بعض ظواهر الحياة الدنيا، بعض الظواهر اللي كل معلومات انحصرت في بعض الظواهر. يعلم الحقائق ولما يقول ظاهرا من، يبقى حصر العلم في الظاهر. لا الباطن نعرفه ولا حقيقة الخلق نعرفه. بنشوفش حاجة ظاهرة، شايفين أضخم المخلوقات الجبال ماذا نرى منها؟ جزء من ظاهرها. ده ممكن الجبل تمر عليه ملايين الأجيال من البشرية، وداخله كنز لا يعرفه أحد، حتى إذا الواحد لأحد لإنسان باكتشافه، مش كده ولا إيه؟ واحنا ما زلنا كل سنه بيطلع علينا مكتشف جديد يكتشف معلومه في مخلوقات الله، معلومه ولكن مكتشف المبتدئ. اليس اكتشافنا للجديد خير جهلنا وجهل البشريه خطيبه معنا؟ رحم الله الامام الشافعي حين قال كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، واذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. زادني علما بايه؟ فلازم نفهم، ما يبقاش الإنسان جهول ويدعي إن أبو العريف، نتلم ونخلي عندنا دم. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الحقائق، بل رب العباد بيّن أن علومنا ما تجاوزت الظنون، لا تصل لمرحلة الحقائق إلا القليل النادر. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى علومنا حصلت بعض الظنون، ورب العباد مثل لهذا. أقرب مثال أنت، كلنا نقر أن لنا روح، ولا فيه واحد فيكم عايش من غير روح؟ هل منكم واحد بلا روح؟ ها؟ ما تتكلموا يا إخوان، في حد عايش بلا روح؟ ما انطلعت مش هيعيش أصلا، ماشي؟ عايشين كلنا بروح. طيب هذه الروح التي قبل نفخها فينا ما كنا شيء، وعند سلبها منا لن نكون شيء. هذه الروح سر حياتنا، ما معلومات البشرية من آدم ليومنا هذا عنها؟ صفر صفر. ولذلك رب العباد نفى أن يكون لنا بها علم، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح بكل أوصافها وحالها من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليل. معلوماتكم كلها لا تذكر في هذا الباب إلا قليل. إذا ندرك الله، يعني الإنسان اللي بنراه هذا روحه التي تحركه، لا نراها لا نراها، لا نعلم عنها شيء لا نعلم عنها شيء. مخلوق رب العباد خلقه وجعله سر من أسراره. وذلك تلحظ ملحظ عجيب جدا في القرآن كله، هل جمعت الأرواح مرة واحدة؟ في آية واحدة تحدثنا عن الأرواح، ولا هي الروح واحدة بس؟ مش اتنين؟ احنا نسميها الأرواح،
لكن القرآن ما سماها الأرواح أبدا، سماها الروح. هي مخلوق واحد رب العباد خلقه، ينفخ منه في من شاء من خلقه فيصبح مخلوق، ينفخ بها في الطين يصبح إنسان، في النار تصبح جان، في النور يصبح ملك. إيه هي الروح؟ اللي تحول النور لملك والنار لجن والطين لإنسان، هي الروح، هي الروح. لا يملك علمها غير الله عز وجل، ولا تحكم فيها إلا هو، وجعلها سر حياة كل الأحياء. كل حي له روح، وغير له نفخ لحظة كده، ها نفخة ربنا سماها إيه؟ سماها نفخة، نفخة من روح. أيوة نفخة روح، قال ونفخت فيه بالروح. سيدة مريم بني أدمة، وسيدنا جبريل جاءها بالنفخ، نفخ حملت، ما في تكاثر ولا تناسل، بالنفخ حملت بني آدم. هي نفسها كانت مذهولة رغم يقينها بالله وتوكلها على الله، وهي التي كانت وهي طفلة صغيرة يرعاها النبي زكريا، يأتيها رزقها من عند الله، يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، وشيء عجيب جدا لغاية ما سيدنا زكريا نفسه ورغم نبوته قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. عندها سيدنا زكريا طمع وطالب الولد، هنالك دعا زكريا رب. ورغم هذا اليقين لما جاءتها النفخة وحملت، ما كانت بتصور هذا، إن في حمل يحصل بدون ما يبقى فيها ذكر وأنثى ولا معاش جنسي، لا حدث هذا ولا بني آدم اقترب منها. ولذلك سيدنا جبريل لما قال لها يعني بشرها بالغلام، قالت أن يكون الغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، ما في بني آدم مسني بإيده حتى، لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك، هو علي هين، هو علي على الله هين بلا نزاع. نفخة يا إخواننا، نفخة حملت. أسألك أول ما لقيته خلاص هينزل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. تلحظ ملحظ، لما كان توكلها على الله خالص كان الرزق يأتيها بلا سبب، بغير السبب وضد السبب، بغير السبب وضد السبب. هذا يسمى من حيث لا تحتسب، يبقى ما تحتسبه بالسبب وما لا تحتسبه بغير السبب وضد السبب. فلما قالت يا ويلتا، قال لا طب خلاص هزي إليك بجزع النخلة، اتحرك شوي. طب سيدة مريم تعرف الوالدة دي فيها حيل تهز جزع النخلة؟ ده الراجل العتويل مش عارف يهز جزع النخلة، فهز هز إليك لمسة بس كده، أخرتها هي تلمسها لمسة حرمة، ها لمسة خفيفة، ولمسة حامل متعبة منهكة، ها قال لها اللمسة دي هتجيب لك الرزق بقى. وهز إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عين، تفكرش حاجة، سيب الأمر لك. إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخوان، اللي قدر هذه الأقدار رب العباد، ما معلومات الإنسان لا علم، وكذلك سائر الخلائق. الأرض نرى عليها أضخم المخلوقات الجبال، ولا في أضخم الجبال؟ طيب على أي نحو نراها؟ ثابتة جامدة، حد منكم رآها على غير هذا؟ ها؟ رب العباد يصف حقيقتها فيقول وترى الجبال تحسبها، وفي قراءة قالون وغيره تحسبها حسب وظن وخال، كلها بيسموها أفعال الشك. يبقى المعلومات دي حقيقية ولا مظنونة؟ مشكوك فيها؟ قال تحسبها جامدة، تحسبها جامدة، وبعدين حقيقتها إيه؟ قال وهي تمر مر السحاب. الكرة الأرضية بتدور والجبال ثابتة؟ ولا بتدور بدورانها؟ حد شافها بتجري؟ تمر مر السحاب، حد شافها؟ ها؟ طب لو شفناها؟ مش هنحتمل حياة لحظة. يعني تخيل الإنسان من لطف الله ورحمته إن ضعف بصرنا، إحنا نرى
خمسة ستة كيلو، نرى الأرض ثابتة جامدة تحتها، فراش بساط قرار. تخيل بالله عليك لو رب العباد مد في أبصارنا وبدأنا نشوف الأرضية، والكرة الأرضية بتميل وتدور وتلف الناحية التانية، هيحصل لنا إيه؟ تخيل نفسك أنت كده إيه راكب على كرة ضخمة مساحتها 2-3 كيلو وبتلف بيك، هيحصل لك إيه؟ أول ما هتميل هيجي لك دورة، هتنزل البعيد مش هتحرك. وصلت؟ لكن من الألطاف اللي علينا إحنا شايفين جزء صغير جدا من الأرض، شايفين ثابت الأرض، الدور تتقلب تتعدل الماء، إحنا شايفين ثابت وشايفينه تحتينا. ده الكرة الأرضية لما هتدور مرة هتخليك فوق مرة تجيبك تحت. يعني لو أي إنسان منا طلع خارج الكرة الأرضية ونظر بمنظار معظم هيلاقي البشرية فين؟ في جنب واحد ولا على الكرة الأرضية كلها؟ على الكرة الأرضية كلها، على كل القارات. واحد هتلاقيه ماشي رجليه لتحت ورأسه لفوق، واحد في الجنب رجليه في الجنب ورأسه في الجنب، واحد تالت رجليه فوق ورأسه تحت. وكلنا بيحصل لنا الكلام ده، ها؟ يعني بالليل غالبا بتبقى رأسنا من تحت ورجلنا لفوق، يعني انتوا على الأرض مقلوبين، ها؟ لو تخيلت نفسك كنت ايه رجليك لفوق ورأسك لتحت، هتقدر تتخيل هذا المنظر؟ احنا في التوهان يا اخوانا، في التوهان. يبقى معلوماتنا حقيقية أم ظنون؟ من الذي يعلم حقائق؟ لذا يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. في يومين كل الأرض دي بكل أسرارها ومخلوقاتها، ده كم المخلوقات فيها رهيب جدا جدا جدا. ورب العباد يصفه بكلمتين، قال من كل شيء موزون، يعني كل مخلوق وجد بميزان دقيق جدا 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 لا نعلمه، والله وحده يعلم. ولذلك ما في مخلوق يطغى على مخلوق، ولا في مخلوق يستغنى عن مخلوق، ولا في مخلوق يستغنى عن مخلوق. قد لا ترى في مخلوق فائدة، هذا لجهلك، لكن يقينا فيه فائدة. يعني يحضرني قصة طريفة هذكرها بس على عجالة. سنة 94 في الصين انخبل أدمغة بعض المفكرين، قال لك بس عايزين نزود إنتاج القرص، وده الطعام الرئيسي وعدد الصينيين زاد جدا، طب نعمل إيه؟ قالوا نبحث. هما بحثوا فوجئوا بالعصافير الصغيرة دي، إنها طوال موسم الزراعة عمال تلتقط حبات، فضخم الوضع جدا. قال لك الله، عندنا في الصين كم عصفورة؟ ملايين. طب كل عصفورة تاكل في يوم كم حباية؟ اضرب عدد العصافير في عدد الحبات يديك حصيلة العصافير في يوم، اضربها في موسم وجود السنابل. قعد يحصلوها فوجئوا بمبلغ رهيب جدا. قال لك ده العصافير دي لوحدها بتأكل من حصاد من أرزنا ثلث الإنتاج، 33% من المزروع. طب نعمل ايه؟ قالوا نعمل حملة قومية للقضاء على العصافير. وعملوا حملة قومية للقضاء على العصافير، بدأوا يطردوا عصافير ويقتلوها لغاية ما أجازوا على العصافير. صينيين خلصوا على العصافير، خلصت. منتظر يوم الحصاد إن الإنتاج هيزيد إيه؟ الثلث. فوجئوا يوم الحصاد إن الإنتاج نزل إلى الثلث، طار الثلثين. كانوا هنجنوا، الله ده احنا خلصنا عصافير ونجحت، واعلنوا نجحت الحمله القوميه وقضينا على العصافير. قضيت على العصافير سلامات. قعدوا يبحثوا فوجئوا ان هذه العصافير التي قضي عليها كانت لا تلتقط من الارز الا الحبات المصابه بحشره صغيره جدا. فلما قضوا على العصافير انتشرت الحشره، بدل ما تاكلها العصافير لا اكلت هي ثلثي الانتاج. طب الحل ايه؟ نرش؟ لا، نجيب عصافير. فعملوا حملة قومية لاستيراد العصافير. يبقى نتلم الخلع عندنا. يا اخوانا اللي وزن الموازين رب العالمين، يعلم ما لا نعلم، يعلم ما لا نعلم، ولا بد ان ندرك هذه الحقائق. الذي يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق أرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اللي رب مش الإنسان، العالمين. العصافير دي عالم العوالم، والحشرات اللي بتاكلها عالم من العوالم،
موجودة صحيح، لكن لحكمة يعلمها تعالى. الحشرات دي نفسها بتقضي على حشرات أخرى قد تبيد كل المزروعات، ورب العباد أوجد بينها توازن عجيب. يخيل إليك إني إنها نقصت، لا، هي أخذت أرزاقها المقدرة كما أخذت أنت أرزاقك المقدرة. ده ترتيب ربنا عجيب جدا، من كل شيء موزون، ميزان رباني عجيب. إذا ندرك خلق الأرض بكل ما فيها مخلوقات وبموازينها الدقيقة جدا وبأسرارها الرهيبة جدا، كل هذا استغرق يومين، ها؟ يومين فقط؟ أي يومين فقط؟ بس ألا، ها؟ وقدر فيها أقواتها في كام؟ 4 أيام. إيه أقواتها دي؟ ها؟ أقواتها مش أوقاتها، ها؟ إيه الأقوات؟ كله رايح على الأكل والمم، القوت هدى بس اللي شغال، سلامات. قال وقدر القوت، الأرض بتاكل؟ ها؟ الأرض بتاكل؟ يا أخوانا نفهم السياق حتى. قال قدر فيها أقواتها ولا أقواتهم؟ أقواتها مش أقواتهم. احنا بس عشان شغلنا المم حتى معاني القرآن نصرفها عليه، نصرفها عليه. قدر فيها أقواتها ولا أقواتهم؟ جاية أقواتهم، ما أنتوا جعانين برضو بس، لكن جاية أقواتهم، جاية في نفس الآية. فين؟ حد يعرف؟ ها؟ في نفس الآية. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام السواء للسائلين. أقواتها في سواء للسائلين، أقوات البشرية كلها، مش البشرية بس، ده كل المخلوقات اللي على الأرض، الإنس والجن والحيوانات والحشرات والدواب كلها جاءت في هذا الجزء من الآية. سواء لإيه؟ يبقى فيه أقوات للأرض وفيه أقوات للخلق. لما قال أقواتها عن الأرض، ولما قال سواء للسائلين عنا كل العوالم التي وجدت في الأرض، لأنها كلها بتسأل ربنا، عايزين يا رب، فسمهم إيه؟ يبقى مين السائلين؟ الإنس والجن والحيوانات والحشرات والدواب، كل دول سموا السائلين. طب لماذا لم يقل المحتاجين أو الجعانين؟ ها؟ قال سواء للسائلين، ليبين لنا أنه ما قدره تعالى من أقوات الخلائق مش يكفي لحاجاتهم، يكفي لآمالهم وأمانيهم، ما يطلبونه. السائل اللي بيطلب، ولا يطلب إلا ما تمن. وطبعا في الكلام ده رد على من ادعوا أن في الأرض يحصل مجاعة ومع الأجيال اللي جاية ونقضي على أجيال عشان الباقي يعرف يعيش، هذه كارثة كبيرة جدا ومنافية نص الآية. قوله سواء للسائلين، أي ما من سائل محتاج له أمنية في زاد أو غيره إلا وما يتمناه أوجده الله على الأرض. يبقى ما يتمناه الإنس، ما يتمناه الجن، ما تتمناه الحشرات، ما تتمناه الدواب، كله موجود في الأرض. يبقى ما نحتاجه، لا، ما نتمناه، ما نسأله. وضحت؟ يبقى سواء للسائلين جمعت مش الأقوات بس، ده الأقوات والآمال والآماني لكل الخلائق التي وجدت على الأرض. كل هذا لخصها رب العباد في كلمتين، سواء للسائلين. طيب هنرجع بقى موضوع القوت. احنا صرفنا القوت على الأكل، لا، القوت مش الأكل، الأكل ده نوع من القوت، ماشي، وإلا فالأرض مش بتاكل. لما قال قدر فيها أقواتها، بتاكل الأرض؟ ها؟ هتاكل مين؟ هتاكلنا. ها؟ ايه الاقوات؟ كلمة القوت اللي منها الاقوات، يقول عنها اهل اللغة، ولذلك من اسماء الله عز وجل، ده اسم اسماء متعلق بهذه القضية، سمى نفسه تعالى المقيت الذي اعطى كل شيء قوته. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله
على كل شيء مقيتة. يبقى ما في شيء خلقه الله عز وجل إلا وله قوت. له إيه؟ قوت. الإنسان له قوت، الحيوان له قوت، الأرض لها قوت، السماء لها قوت، الذرة لها قوت، المجرة لها قوت. وصل المعنى؟ يبقى القوت مش الأكل، لا، ده القوت ده حاجة كبيرة جدا جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. وضحت؟ يبقى امام مخلوق خلقه الله عز وجل الا هو قوت. امال اللي بيشتغل بايه؟ يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقيس اللغه: والمقيت او كلمه القوت اصلها في اللغه من الحفظ والاقتدار. يبقى اصل كلمه المقيت او القوت من الحفظ والاقتدار. ما هي القوه والطاقه التي اعطاها الله لكل مخلوق بحيث تحفظ عليه حياته معاش، وتمكنه من أداء كل مهامه التي كلف بها معاش؟ يبقى الطاقة اللي تحفظ عليه حياته من الحفيظه، وتعطيه القدرة على أداء كل مهامه من الاقتدار. ولذلك اسم المقيت يجمع بين اسمين: الحفيظ والمقتدر. أنا بشرح لكم كلام تفصيلي عشان نفهم ألفاظ القرآن. ها؟ الكلام ده سمعتوه قبل كده؟ طيب، الحمد لله. إذن المقيت والقوت مأخوذة من الحفظ والاقتدار. فالقوت طاقة وقوة يعطيها الله لكل مخلوق تمكنه من الحفاظ على حياته معاش، وتمكنه من أداء جميع مهامه التي خلق من أجلها وكلف به. هذا يسمى القوت. هذا يسمى إيه؟ القوت. كل مخلوق له قوت. أعضاءك لها قوت. إصبعك ده اللي بحرك إيه؟ قوت. لو سلب الله قوته هيشل، يثبت مكانه. رمش عينك له قوت، بيطلع ينزل بالقوت. لو سلب الله قوته هتلاقيه يلزق فوق. كل سنة طيب. ها؟ المعدة. المعدة عبارة عن ايه؟ جلدة. ها؟ لها قوت. طب بالله عليكم، معدتك هضمت كم عجل في حياتك؟ لا تحسب بالكيلوات. ده انت لو في كل وجبة هتاخد لك قطعتين ربع كيلو. يبقى في الاربع ايام تاخد لك كيلو، في الشهر تطلع لك بكام؟ ها؟ 8 9 كيلو، في السنة تطلع لك بكام؟ ده انت لو تاخد قطعين بس، فما بالك باللي قوم له بنص كيلو في الوجبة؟ وبكيلو كمان، هتلاقي في السنة طلع له 40-50 عجل. يبقى في عمره طلع بكام؟ بزريبة. تخيل المعدة دي هضمت الزريبة دي كلها، اشتكت، ملت. ما هي القوة والطاقة اللي تجعل المعدة تهضم كل هذا الكم من اللحم؟ ده من اللحم بس. طب هضمت من الفرخ قد ايه؟ كم مزرعة؟ تحسب بالمزارع. هضمت من السمك قد ايه؟ برضو مزارع سمك. هضمت من الفاكهة كم هكتار؟ من النباتات والحب كم هكتار؟ مزارع. مزارع في عمرك، ده كل بني آدم. ما هي الطاقة التي تجعل المعدة تعمل كل هذا الوقت وبكل هذه الطاقة، فتحفظ لا تشكو ولا تمل، وتؤدي كل مهامها بلا توقف؟ دي تسمى القوت. يبقى المعدة لها قوت، رمش عينك له قوت، إصبع إيدك له قوت، لسانك بتحرك بقوت. سيدنا زكريا لما طلب الولد وهو في سن لا يسمح بالولادة أصلا، 120 عام يخون، وامرأته عقيم، وبعدين لما يجد نبي من بني إسرائيل خاف النبوة تنتهي، فتضرع: رب هب لي من لدنك وليا. وذكر بعباد يقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء إيه؟ طب هو نادى فين؟ في بيته. من معه في البيت؟ امراته. هي نفسها لو سمعته يطلب الولد هتقول له: أنت مجنيت؟ الولا عقيم عدت 100، وهو 120 ما عادش فيه نفس، ما عادش فيه نفس، فيه أمل في الولادة الاثنين دول؟ أغفى الدعاء عنها.
رب العباد يقول إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المال من رائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. طلب وقت الحاجة طلب وطلب مستميت يود تحقيق الإجابة، طلب مضطر محتاج للإجابة. رب العباد استجاب، أول ما جاءته البشرة هو اللي أنكر. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، قال أنى كل غلام، أنى يعني أين ومن أين وكيف، كل وسائل الاستفهام، هيجي إزاي كيف ومن فين، خلاص ما عادش عنده. هو نفسه اللي طلب، هو نفسه اللي أنكر، أنى يكون لي غلام وبعدين وكانت امرأتي عاقرا. في الأول بدأ بنفسه، يعني لما طلب قال وهن العظم منه الشعر والشعر ولم أكن دعك وكانت امرأتي عاقرة، لكن لما جاءت الإجابة قال له لا أن كل ولد، فبدأ امرأته الأول. ليه؟ لأن هي ما فيش أمل خلاص أكثر منه، فقال أن كل الغلام وكانت امرأتي عاقرة، عاقر في شبابها ده دلوقتي خلاص لا عاد حيض ولا موجود حيض أصلا ولا إمكانية، لأن المرأة من قطع حيضها بعد سن معينة آخرها 50 ها، لكن عدت 100 فيها نفس ولا فيها حيض؟ أبدا أبدا مش موجودة أصلا. ولذلك بدأ بها قال أنى كل غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر. الوصف هنا غير الأولاني، قال هناك اشتعل شيبا لكن قد بلغت من الكبر. إيه يعني عتية؟ يعني تساقط لحمي والتصق جلدي بعظم، وده معنى عتي في لغة هزيل، تساقط لحمي والتصق جلدي بعظم، يعني ما عادش فيه أي حاجة. قال له يا زكريا إنا نبشرك، وفي قراءة إنا نبشرك، يعني نبشرك هننحت نحت، عارف لو تبشر البصلة هننحت هنطلع لك بني آدم من لا شيء، هنطلع برضه هيطلع بعلم الله وبقدرة الله يطلع. هو علي هين، علينا مستحيل لكن على الله هين بالنزاع. ولذلك لما جاءت البشرة قال له طب يعني طلب آية أرني آية، طب عايز آية هنوريك آية، إيه الآية؟ إيه اللي بيطلب؟ لسانه. قال له هني بنعمل الكلام مش هنخير في الكلام، هي دي الآية ها؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال لسانك يتحرك وينطق مش هينطق، تذكر الله يشتغل، غير الذكر مش هتطلع كلمة. سلب منه القوت، المقيت سلب منه القوت، وقف لسانه هو حي وبكامل قوته. وضحت؟ المقيت هو الذي أعطى القوت وهو الذي أخذ القوت، سلب القوت من لسانك مفيش كلام، هتبقى البعيد أخرس. إذا ندرك هذا المعنى، الذرة لها قوت والمجرة لها قوت، لازم نفهم هذا. الإنسان عبس بالذرة، الذرة عبارة عن إيه؟ نواة وإلكترونات بس حولها، وتختلف من معدن لمعدن، ذرة النحاس غير المنجنيز غير الذهب غير الفضة، بالضبط تفصيلات حركتها كحركة الكوكب والنجوم. كل ذرة عبارة عن نجم وحواليه مجموعة كواكب، اللي حواليه نجمين 3 5 7 11 15، وجود هذا الخلل أو هذا الاختلاف هو اللي بيغير معدن لمعدن. وصلت؟ طيب الإلكترون ده بيدور حول النواة منذ خلقه الله إلى قيام الساعة، ايه الطاقة اللي مخلية الالكترون ده يدور 24 ساعة في 24 ساعة لا يقف؟ هو ده القوت. يبقى الالكترون ده جزء من الذرة له قوت، النواة نفسها لها قوت، الانسان عبس بنواة الذرة شطرها لقى ايه جوه، كم من الطاقة والحرارة داخل نواة الذرة التي لا نراها تكفي لإبادة دولة. كل هذا الكم من الحرارة والطاقة اللي حصرها رب العباد داخل نواة الذرة ده اسمه قوت الذرة، قوت نواة الذرة. فإن كان قوت نواة الذرة يبيد دولة، قوت الكرة الأرضية يبيد إيه؟ ك
كم القوت اللي محتاجها الكرة الأرضية حتى تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس مع في الأفلاك الأخرى مع المجرات الأخرى. كم الطاقة اللي محتاجها شكلها إيه؟ لذا عبر تعالى فقال وقدر فيها إيه؟ أقواتها في كام؟ يعني خلق الأرض كله بكامله استغرق يومين، وخلق الأقوات لوحدها استغرق 4 أيام، أيهما أعظم خلق؟ الأقوات يقينا، الأقوات يقينا، لأن استغرق ضعف الوقت. طب واحد يقول له الله، طب الأرض في يومين والأقوات في 4 والسماوات في يومين، يعني خلق الأقوات استغرق وقت خلق الأرض والسماوات، يبقى أي الثلاثة أعظم خلقا؟ السماوات ولا الأرض ولا الأقوات؟ الأقوات. الله، لأن السماوات ما قامت إلا بالأقوات، والأرض ما قامت إلا بالأقوات، وكل الخلائق ما قامت إلا بالأقوات، وكان الله على كل شيء مقيتا. معاني خطيرة جدا جدا، وإحنا بنقرأ آيات وعميان لا نعي. الأقوات، واحد يقول له طب 2 و4 و2 يبقوا كام؟ 8، بس ربنا نص عنهم 6، تركب ازاي؟ ها؟ الله يفتح عليك، وقت خلق الأرض كان وقت خلق الأقوات، فرغ من خلق الأرض في يومين واستمر خلق الأقوات 4 أيام، يبقى خلق الأرض والأقوات انتهى منه في 4 أيام والسماوات في يومين، يبقى دول 6. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى. لما يذكر رب العباد هذه المعاني، المعاني دي إخوانا تخطر ببال بشر؟ يستطيع مخلوق أن يحدثنا عنها من قريب أو بعيد؟ وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هذه الأقوات اللي وجدت بهذا الكم الكبير جدا ليتحقق من خلالها كل حاجات الخلائق، بل آمال الخلائق وأمانيهم سواء للسائلين. قال ثم استوى، بعد ما فرغ من خلق الأرض وأقواتها في هذه الأيام، قال ثم بعدها بفترة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يبقى أصل خلقان كانت إيه؟ دخان. ده كان حال السماء، كمش سماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. فدل على أن كل الكواكب والنجوم الموجودة محصورة في السماء الدنيا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك، ما قالش هذا ولا ذاك، قال ذلك. إيه الفرق بين الثلاثة؟ ها؟ هذا اسم إشارة القريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد جدا. طب ده السماء والأرض احنا فسطيها، كان يقول هذا أول، احنا فسطيها مش كده ليه؟ قريبة جدا منا، احنا فوق الأرض. طب ذاك عشان السماء بعيدة شوية، قال ذلك ليبين بعد مكانة الخلق وعظمه وسمو هذا الخلق إلى مراحل لا تخطر ببالك. قال ذلك الخلق العالي جدا الرقي جدا السامي جدا كله تقدير العزيز العلي. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الحقائق. أنا عمدت لهذه الآيات في هذه العجالة، الوقت تأخر بنا جدا، وأنا آسف أن سرحت معكم، لكن الآيات كانت تحتاج لهذا البيان، فسامحوني، لأن الحقيقة جهلنا بها جهل بحقائق علمية ربانية من علوم رب البرية لا سبيل للبشرية إليها إلا بوحي رب العالمين.
ندرك هذه الحقائق كلها ونعرف من نحن. إحنا خلق، مجرد خلق من مليارات الخلق، وجدنا في هذا الكون الرهيب الرحيم، ووجد هذا الخلق بإمكانياته الضخمة جدا 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 قبل وجودنا فيه، بل قبل وجود أبائنا فيه، بل قبل وجود أول الخلق فيه. فكيف نحن ذرة لاحقة، يعني مسحة أيام وبنعدي. نسأل الله حسن خاتمة. أكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خير على استماعكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا معكم الأسبوع ده، يعني لغاية يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، كل يوم الفجر وبعد